الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه. وبعد، أنا ما عندي تعقيب ولا زيادة كلام، إنما حسب ما أتيح حوالي 5 دقائق إن شاء الله تعالى التعليق على مسألة فقهية تتعلق بصلاة الجمعة، وهي أثار بعض الناس ونقلوا فيها قولا فقهيا، وهو قول لبعض الفقهاء، يعني مش كلام من عندهم، هو قول لبعض الفقهاء أن المسافر لا تجب عليه الجمعة، وهذا صحيح. الإنسان إذا كان مسافرا لا تجب عليه الجمعة، ولو كان المسافرون في مكان خالي، يعني ما نزلوا في بلد، أنت مسافر في الطريق ساي نزلت، ولو كنت مجموعة ما يجب عليكم إقامة الجمعة. دي المسألة الأولى، وهذا صحيح. المسألة الثانية، إذا نزل المسافر في بلد فيه أناس مقيمين، ناس مقيمين والجمعة مقامة، هل صلاة الجمعة بالنسبة له تصير واجبة أم سنة، ولا ما عليه جمعة أصلا؟ خلاف طويل بين الفقهاء، وأرجح الأقوال أن الأفضل يصليها، هي ما واجبة عليه، لكن لو صلاها فهي سنة وصلاته صحيحة ويصليها مع المقيمين. طيب، المسألة الأخيرة وهي المهمة ومحل الخلاف، لو كان المسافر إماما هل تصح إمامته ولا ما تصح؟ أيضا يا أخوان، المسألة دي فيها أقوال عند الفقهاء، ومنهم من قال لا تصح صلاة الجمعة من المسافر. ليه يا أخواننا قالوا كده؟ قالوا لأن المسافر في حق الصلاة نافلة سنة، وفي حق الناس المأمومين شنو؟ الجمعة مالها واجبة. طيب، فقالوا صلاة المتنفل بالمفترض لا تصح. صلاة شنو؟ المتنفل بالمفترض، يعني انت بتصلي في فريضة ولقيت زول بيصلي في نافلة، قالوا صلاتك ما بتصح. كويس؟ وهذا المشهور من أقوال المالكية. عشان كده من الناس من يقول صلاة الجمعة اللي بيصليها إمام مسافر ما بتصح. بنوه على شنو؟ على إنه المسافر ماله صلاته سنة ولا فريضة؟ سنة. والمأمومين اللي بيصلوا صلاتهم شنو؟ واجبة فريضة عليهم. عشان كده قالوا صلاة المفترض خلف المتنفل ما بتجوز. دليلهم شنو؟ أنا بديك المسألة، ده قول، وفي قول تاني إنه الصلاة بالصح، وديل عندهم دليل وديل عندهم دليل، نشوف بعد ذاك الراجح شنو من الأدلة. مش كده يا هو الفقه يا أخوانا؟ طيب، دليلهم أيوة المقيم يا أخوانا صلاة الجمعة بالنسبة له شنو؟ واجبة. صلاة الجمعة بالنسبة للمقيم، يعني الإنسان الما مسافر، بالنسبة له واجبة زيها وزي بقية الصلوات، صلاة الجماعة. وصلاة الجمعة أوجب من بقية الصلوات، أوجب صلاة الجمعة، تمام؟ ودي الأدلة على معروفة، ودي مسألة برا يعني، كويس؟ لكن بالنسبة للمسافر، النبي عليه الصلاة والسلام ما عرف عنه أصلا في أسفاره أنه كان يصلي الجمعة. سافر النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، وسافر في غزواته، أصلا ما كان يصلي الجمعة، ما كان يقيم في السفر، تمام؟ يعني حال هو مسافر. أما لو أقام في بلد وفيه جمعة ده أمر آخر. طيب، إحنا نجي لنقطتنا، إنه العلماء اللي قالوا صلاة المفترض خلف المتنفل قالوا ما جائزة، ما بتجوز. ليه؟ دليلهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا
قال الإمام جنة، حديث طويل. حديث آخر قال قال إذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا ولا تختلفوا عليه. يعني ما تختلفوا على شنو؟ على الإمام. فالفقهاء اللي قالوا إنه الصلاة بتاعت المفترض خلف المتنفل ما بيجوز دليلهم ده الحديث ده، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تختلفوا عليه، ما تختلفوا على الإمام. فهم منها شنو؟ الاختلاف في النية، يعني ما تكون نيتك انت فريضة ونية الإمام سنة. قال كده في اختلاف في النية فلا تختلفوا عليه، قالوا مفهومة الاختلاف في النية، إذن الصلاة ما بتجوز. طيب جزاك الله خير. ده قول. القول الثاني صلاة المفترض خلف المتنفل جائزة، وصلاة المتنفل خلف المفترض جائزة، كلها بتجوز. والقول ده هو القول الصحيح. ليه؟ أولا قالوا لحديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه، كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما فوت الفريضة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يصليها معه. أول ما يخلص بيلحق أهله، ما معاذ بن جبل، أهله في الجبل فوق، بيمشي بيطلع بيصلي بأهله في الجبل. وده اللي فيه القصة المعروفة أغلبكم بيعرفها، النبي صلى الله عليه وسلم قال أفتان أنت يا معاذ، لما صلى بالناس بصورة البقرة، صلى بهم صورة البقرة كاملة في صلاة في ركعة واحدة. وجاء رجل عنده زراعة موية في الخلا هناك ولاحق مويته ومستعجل، ممكن ينتظر يصلي به ولا البقرة كاملة. والرجل استعجل فرجع الصف ورا هناك وصلى بالفاتحة فقط ولا صورة ما معاه. سبحان الله. شوف أحيانا شوف الدين ده فيه يسر عجيب خلاص، وده من يسر الدين الإسلامي. يعني صح الزول ممكن احيانا يطول بالصلاه، احيانا ما طوالي، عشان كده من فقه الامام ما بطول بالصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اني ادخل في الصلاه، او كما قال عليه الصلاه والسلام قال فاسمع صوت الصبي او المراه، اسمع صوت الصبي ورا هناك، معناه امه شفقان عليه ودايره بتنت تخلص الصلاه، قال فاخفف بالناس، كان نيته يطول الصلاه. اول ما يسمع صوت الصبي يخفف الصلاه. الدين يسر يا اخواننا. معاذ رضي الله عنه صلى بالبقره، الرجل ده طلع ورا هناك وصلى بالفاتحه بس، بس الفاتحه ويركع، الفاتحه ويركع، تم صلاته وطوالي مرق على شغله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء كلمه قال له يا اخي فعلت كذا، وقال له انا والله ما ركت صليت ورا براي وخليت معاذ يصلي بالناس، وقال له بما صليت؟ قال صليت بالفاتحه بس، الفاتحه. عشان كده الفقهاء قالوا لو صليت بالفاتحه فقط الصلاه صحيحه، صلاة فريضة، صلاة نافلة، بس بالفاتحة وراه صحيحة الصلاة، ما باطلة. فقال قام قال له يا رسول الله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أنا ما عارف أنتوا بتقولوا شنو، بتقولوا بتدعوا بتقولوا شنو، أنا ما عارف. قال له ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وصليت بالفاتحة وراه كويس. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ده قام قال له كلمة، دي فائدة يا أخواننا كده زيادة شوية، قام قال له كلمة جميلة تدل على إنه الإنسان قد يكون فيه صدق مع قلة العبادة، يكون فيه صدق مع الله. قال له يا رسول الله إذا جاء يوم القتال ستعلم من الصادق. قال له خلي بس تجي يوم الحرب بدي أعرف الصادق فينا منه. أول ما جاءت أول حرب النبي صلى الله عليه وسلم سأل معاذ قال ما فعل خصمي وخصمك؟ زول قال له واللي صلى كده وطلع من الصلاة عمل شنو في الحرب؟ قال يا رسول الله دخل في العدو فاستشهد. قال لقد صدق الله فصدقه، صدق مع الله رغم انه صلى بشنو؟ مرق صلى بالفاتحة براه، لكن صدق مع الله، ربنا صدقه. عموما معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع ويصلي بقومه إماما. وصلى الفريضة ولا ما صلى؟ صلى. بيمشي لقومه بيصلي بهم الصلاة المكتوبة، تبقى لقومه فريضة ولو هو شنو؟ نافلة، تبقى له هو نافلة. عشان كده الفقهاء منهم من قال صلاة المتنفل بالمفترض صحيحة، الدليل حديث معاذ. طيب كيف نوجه الحديث القبيل؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال ها قال لا تختلفوا عليه. بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ذاته لا تختلفوا عليه مقصود حركات الصلاة، لأنه بعديه قال إذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. أيوة، إذا لا تختلفوا عليه، ما الإمام يكون راكع وأنت تكون واقف لسه ما در تنزل أو تركع قباله، ها؟ عشان كده قالوا في الصلاة ما تتأخر كثير ولا تتقدم على الإمام، إنما تكون المتابعة، كبر تكبر، ركع تركع، رفع ترفع، قرأ تنصت. للقراءة في سورة الفاتحة، يعني الإمام بيقرأ في الفاتحة أنت ما تقرأ وراه، بعد ما يخلصها ممكن تقرأ الفاتحة لنفسك، لكن أثناء ما هو بيقرأ في سورة الفاتحة في الصلاة شنو؟ السرية ولا الجهرية؟ السرية دي ما أنت ما سامعه. في الصلاة الجهرية لما يقرأ في الفاتحة أنت بتكون شنو؟ تنصت تسمع. انتهى منا ممكن تقرأ الفاتحة لنفسك، وهذا الراجح، تقرأ الفاتحة لنفسك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. سألهم سؤال، قالوا أنتم بتقرؤوا وراء إمامكم؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. يعني وراء الإمام ما تقرأ إلا شنو؟ بفاتحة الكتاب، ده في الصلاة الجهرية. أما في السرية تقرأ الفاتحة، لو الإمام ركع خلاص أركع، ما ركع لسه أقرأ تاني، سكت لسه أقرأ، قدر بس الحافظ كله أقرأه لحد ما الإمام شنو يركع أركع معه. ده يا أخواننا بيان المسألة دي، فيبقى الراجح فيها، الراجح والله أعلم إنه الإمام لو كان متنفل ولا كان مفترض صلى الجمعة ولا أي صلاة من الصلوات المكتوبة، أي صلاة من الصلوات المكتوبة صلى الإمام متنفل ولا مفترض، خش معه في الصلاة. حتى لو جيت داخل المسجد مثلا والجماعة فاتتك والجيز دول بيصلي، الرايح تدخل معه، تدخل معه. لحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال من يتبرع لهذا، فزول كان جاء داخل متأخر فدخل، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من أي أحد يتبرع يصلي معه، فإنت لو لقيت زول متنفل أو لقيت زول مسبوق أو كذا، فالدين يسر يا أخواننا، ما تزالوا ليت بتصلي في فريضة ولا نافلة، تزالوا في الصلاة يعني فريضة ولا نافلة؟ لا لا ما فريضة، نافلة، ما نافلة فريضة، لا لا ما تسألوا، لقيت زول بيصلي صلي معه، محل وقف ده أنت كمل صلاتك. حتى العلماء قالوا كما قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، قال ولو كان يصلي في العشاء وأنت ما صليت المغرب. شو دي كيف دي؟ الإمام لقيته بيصلي في العشاء، الظهر والعصر دي ما سهلة، يعني دخلت مع زول بيصلي الظهر بنية العصر، دي واضحة، ليه؟ لاشتراك الصفة، الصفة مشتركة في الظهر والعصر، لكن شو المغرب والعشاء؟ زول لقيته بيصلي في العشاء، وأنت تصلي المغرب، برضه تخش معه، تصلي الثلاث ركعات المغرب وتجلس، وده عند الفقهاء يسمى بحبيس الإمام، تقعد أنت في محلك، تخلي الإمام يقوم يجيب ركعته الرابعة ويجلس، يتشهد، يسلم، تسلم معه، وكذلك العكس. العكس كويس، لو انت لقيت امام حتى المغرب والعصر ممكن، لقيت امام يصلي في المغرب انت ما صليت العصر، خش معه برضه، صلى الامام ثلاث ركعات المغرب انتهى، انت فاضل لك شنو؟ ركعه رابعه، قوم جيب ركعتك الرابعه وسلم، تشهد سلم، قوم بعدك صلي المغرب لنفسك، عشان ما يبقوا الصلوات الاثنين فايتات، ما يبقوا الاثنين فايتات. انت لو قمت خليته مشيت صليت المغرب براك، والإمام يصلي في شنو؟ صليت العصر براك والإمام يصلي في المغرب، جيت لقيته انتهى، كده تكون صليت المغرب العصر فائتة والمغرب فائتة. عشان كده الفقهاء قالوا أحسن تدرك واحدة جماعة من نين، صليها مع الإمام وتجيب اللي فاتتك. عذرا أنا لعلي أطلت وزدت على الزمن المتاح، لكن دي أحكام بس حبيت أنبه عليها. طيب نكون على حتى ممكن تجلس هاي عندي حاسين غلط، او حتى هنا واحد شروط الامام في الجمعة، اثنين علم الطيب الرسول صلى الله عليه وسلم تكلمت عنه انا عندي حاجه في ثلاثه لا تشد الرحال الا ثلاث مسجد. نعم ثلاثه هذه في اثنين وقت طيب نجاوب ان شاء الله زلت الشيخ جزاه الله خير.
السؤال الأول اللي هو شنو؟ شروط الإمام. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال: يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله. أقرأهم، وكلمة أقرأهم لكتاب الله عند الصحابة زمان، أقرأهم أي أعلمهم، لأنه الصحابة زمان كان علموا للقرآن كيف يعني، ما بيحفظوا فقط، حفظ مع الفقه، يحفظوا آيات يتفقهوا فيها ويعملوا بها، بعد ذلك يمشوا للآيات اللي بعديها. فقوله أقرأهم لكتاب الله يعني أعلمهم. طيب، قال: فإن كانوا في القرآن سواء فأعلمهم بالسنة. المرحلة الثانية التمييز بين الناس بشنو؟ السنة. يلا نشوف أفقه زول بأحكام الصلاة، لأنه يا أخواننا مرات تعرف الصلاة دي يحصل لك فيها سهو، الزول لو ما عنده فقه ما يقدر يعالج السهو. والله مرة ناس دقوا علي بعد الصلاة الشكلوا شكلة شديدة، خلاص الإمام قام دار يجيب رقعة خامسة صلاة عصر، بعد ذلك جماعة اختلفوا، ناس قاموا معاه وناس قعدوا في محلهم، أول ما انتهت الصلاة القاموا قالوا لذلك صلاتهم باطلة، والقعدوا قالوا ده صلاتكم باطلة. وتعال شوف الشكلة، والإمام يسوي شنو ما عارف. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلمهم بالسنة، لأنه ده بيعلم فقه الصلاة، لأنه السنة فقهها وين؟ أقصد الصلاة فقهها في السنة ولا في القرآن؟ في السنة، تفاصيلها في السنة، أحكام العامة في القرآن لكن تفاصيلها شنو؟ في السنة. فيبقى عندنا الترتيب: أعلمهم بكتاب الله، أعلمهم بالسنة، قال: فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. طبعا ده زمان، يعني المهاجر ما أفضل والهجرة أقدم أفضل. قال: فإن كانوا في ذلك سواء فأكبرهم سنا. السن كمان عندها تمييز بعده، يعني لو كانوا في ده كله سواء نقدم الأكبر سنا، لأنه الأكبر سنا العلماء قالوا يكون أرسخ ويكون أقرب إلى الإخلاص. الزول الكبير في السن يكون أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن طيش الشباب، ده الزول شنو؟ الكبير في السن. طيب، ده السؤال الأول بالنسبة لشروط الإمامة. السؤال الثاني شد الرحال. أيوة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. يلا انتبهوا، هذا فيما يتعلق بشد الرحال لبركة المسجد، لأنه ما في مكان يقصد في ذاته مسجد إنه عنده بركة خاصة إلا المساجد الثلاثة. يعني لا تشد الرحال، مش قال لك لا تشد الرحال إلى صلاة الجمعة، ولا قال لك لا تشد الرحال إلى تعلم العلم، ولا قال لك لا تشد الرحال إلى زيارة الأغارب. لا، ما تعلم العلم ده براو وصلاة الجمعة براها، لكن ما تشد الرحال لبركة مسجد. يعني أنا الليلة لما أمشي من هنا من أبو آمنة دار أصلي في الحصحيصة، كويس؟ أيوة. هل أنا ماشي عشان في مكان فيه بركة، مسجد فيه بركة، ولا أنا ماشي لإمام معين بستفيد منه وبتعلم؟ أنا ماشي لإمام، إذن أنا ما شديت الرحال لمسجد، أنا شديت الرحال لشنو؟ لعلم. فهمتوا؟ شديت الرحال لعلم. عشان كده النهي عن شد الرحال لبركة المسجد. ما تمشي تقول لي والله في مسجد قالوا في زالنجي فيه بركة عظيمة جدا، أنا ماشي له، إذن أنت ماشي للمسجد لبركته. النبي قال لك البركة في شنو؟ في المساجد الثلاثة، لأنه الصلاة في مسجد الحرم المكي بمية ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد النبوي، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة في غيره من المساجد، والصلاة في مسجد الأقصى بخمسمية، مرتبة كده 500 ألف كم؟ 100 ألف، لأنه دي مساجد فيها بركة. يعني صليت لك صلاتين ولا يوم واحد قافل في الحرم بس يوم 5 صلوات، يوم واحد ده بساوي لك كم؟ ده بساوي لك قريب 100 سنة، صلاة 100 سنة في أبو آمنة.
ليه؟ لأنه المساجد دي فيها بركة خاصة. عشان كده لا تشد الرحال أي ابتغاء البركة في مسجد معين أو مكان معين إلا المساجد الثلاثة. بعد ده لو شديت الرحال لمزار ولا لمسجد ولا لغيره ابتغاء بركة فيه يبقى ما بتجوز. أما أنت ماشي تطلب علم، ماشي تتعلم، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن عشان يعلم، وأرسل أبا موسى إلى اليمن يعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى كذا وذهب إلى كذا، فده لشنو؟ أيوة، إما أنت تعلم أو شنو؟ تتعلم. السؤال الثالث معك. السؤال الثالث حضرت لي سيرة وهب بن أمية، صفوان بن أمية، اتفق وهب مع سفيان قال له لو ده عيال عندي وديون علي لذهبت وغدرت محمد. صفوان بن أمية تعهد له ذلك قال له عيالك علي دينك علي اذهب فعندما ذهب صلى الله عليه وسلم وهو كان عند ولد اسير جاي مسلم وقال له يا اسطى خلاص يا عمي صلى الله عليه وسلم قال له ليه ما جيت؟ قال له جيت لولد الاسير عندهم قال له ما لهذا جيت؟ يعني هو طبعا هناك وكان في الحته دي الرسول قال له الم تكن انت وصفوان مكان الفلاني اتفقتوا على كذا وكذا وكذا قال نعم حينها ما كان معي الا صفوان. كيف علم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا سلام، سؤال جميل. القصه لعلكم سمعتوها خلاصتها انه النبي عليه الصلاه والسلام اتفق صفوان بن اميه ووهب بن عمير على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ وصفوان قال له انا بتوكل لك بعيالك وانت امشي اقتله. اتفقوا براهم، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولا احد. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم علم بالخبر. نقول يا اخواننا ده نوع من انواع العلوم ربنا سبحانه وتعالى بيطلع عليها النبي عليه الصلاه والسلام. وده ما هو علم الغيب المطلق، يعني ما بيعلم كل شيء، لكن في امور النبي صلى الله عليه وسلم ينزل له الوحي ويكلمه بها. ازيدك كمان قصه ثانيه. اليهوديه اللي وضعت السم للنبي صلى الله عليه وسلم في الزراع وجابته له، والنبي صلى الله عليه وسلم نهس منه بأسنانه، بعد ذاك في روايات الزراع براه وكلمه، هذه معجزة، كلمه قال أنا مسموم. وفيها وفي روايات جبريل عليه السلام نزل عليه وقال أنا مسموم. هذه يا أخواننا مسائل من الغيبيات تتعلق بصحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه دي فيها آيات تبين إنه ده نبي، آية تبين إنه ده نبي، لأنه ده شيء ما يدركه غيره، ما يعلمه غيره، كويس؟ ده ما علم الغيب المطلق، علم الغيب المطلق ما يعلمه ولا يعلم كل الغيوب، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيخبر عن أشياء. لما جاء اليهود دارين يرموا عليه الصخرة من فوق، أها طيب النبي صلى الله عليه وسلم رماه فيه؟ ما رماه فيه، ها؟ ربنا عصمه، قام اتكلموا منه، نزل عليه الوحي. كلموا قال له اليهود دبروا له خطه دايرين من فوق الجدار، كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد تحت جدار، شالوا الصخره وبدردقوا فيها اليهود دايرين يرموها في الرسول صلى الله عليه وسلم. الوحي كلموا قام منها رموها في الواطه صحيح ما فيها اي شيء. فامور كثيره كثيره زي دي. ايوه اذا يبقى شنو؟ وحي من الله سبحانه وتعالى. هذه لا 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 هو ما يعلمها من تلقى نفسه. اصلا من تلقى نفسه ما يعلمها، انما شنو؟ ربنا سبحانه وتعالى يوحي له بها. والا لو كان هو يعلم الغيب كما قال ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. اذا ما كان يمشي غزوه احد، ما كان يمشي، ما كان يمشي، ها؟ ما يخلي الصحابه يمشوا غزوه مؤته وهو يوحى له يكلمهم، هو قاعد في المدينه يكلمهم يقول لهم الان قتل جعفر، قتل عبد الله بن رواحه، قتل زيد، الثلاثه استشهدوا. وبعد ذلك قال لهم يحمل الرايه سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه، او كما قال عليه الصلاه والسلام. غيره كثير، قصص كثيره، دي كلها يا اخواننا تخش في باب شنو؟ في باب الوحي. تخش في باب الوحي. نعم. ايوه. هل هذا الحديث صحيح عن الله
طيب ممتاز جدا، سؤال جميل. قال حديث لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال هل الحديث صحيح؟ ولو كان صحيح طيب لو أحصاه كافر برضه يخش الجنة؟ سؤال يدل على زكاة ولدنا ده، ربنا يحفظ. وش الجيلي ولا اسمك منه؟ كويس. الحديث صحيح، إن لله 99 اسما. ما معنى كلها 99؟ الأسماء يا أخوانا الحسنى العلماء قالوا أكثر من 99، لكن 99 دي متعلقة بالفضل ده. يعني أنت لو جمعت من السنة ومن القرآن أي 99 اسم من الأسماء الحسنى أحصاها، يعني شنو؟ العلماء قالوا حفظها وعمل بمقتضاها. بعد ما حفظها شنو؟ عمل بها. يعني الرحمن حفظ إنه الرحمن من أسماء الله، والرحمن معناه شنو؟ آه يتضمن الرحمة، هو ذو الرحمة الواسعة، الرحمة الواسعة. فأنت كده حفظتها وعرفت معناه، وإذا عبدت لله بمقتضاها، أنت لما تعلم إنه ربنا هو الرحمن تطلب الرحمة من الله، يا رحمن ارحمني. تمام؟ إذا ده بيتضمن سؤال أو جواب سؤالك الأخير اللي هو الكافر لو أحصاها. الكافر لو أحصاها معناه أسلم، لو أحصاها معناه أسلم، لأنه مثلا يعلم الله، الله اسم من أسماء الله عز وجل، والله هو المعبود بحق، وغيره من المعبودات معبودة بالباطل. لو عرف دي وعرف معناها وعمل بمقتضاه يبقى ده موحد تماما ولا مشرك ذاته. تمام؟ إذن كلمة من أحصاها تتضمن حفظها، معرفة معانيها، والعمل بمقتضاها. فيكون كده الجواب على سؤالك صحيح؟ اسم الباقي هل من أسماء الله؟ الله أعلم، ما أعلم والله. نعم. رجعنا للسؤال ثاني، يقول يشترط يكون مقيم ما يكون مسافر. طيب وإذا كان مسافر طيب المشكلة في شنو؟ ما احنا بنسألهم سؤال كده. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال أو في حديث أو آية بتقول إنه المسافر لا يصلي الجمعة؟ ما في، إلا يقيسوها قياس إنه صلاة الجمعة لو ما واجبة. قلت ما واجبة إذا نافلة، صحيح؟ نافلة، نقول لهم نافلة، نرجع للتفصيل القديم ذاك، لكن ما يجدوا نص واضح صريح إنه المسافر لا يصلي الجمعة، ما في نص صحيح. يعني انت جاي مسافر دخلت المسجد تصلي كما نظن تصلي، يلا حكمها هنا بالنسبه لك انت كمأموم. قلنا شنو؟ نافله. بالنسبه لك نافله سنه، هي نافله اي سنه، نافله وسنه واحد، ما واجبه يعني كمأموم. ايوه كمأموم ولا امام، هي ما واجبه على المسافر برضه. نفل كما هي لو صلى مأموم بتكون نفل، لو صلى إمام بتكون نفل، الحكم واحد، حكم واحد. يا أخوانا المسائل دي الناس لو فاهمين الأشياء الفقهية والاجتهادات، اجتهادات العلماء الفقهية ده ما فيه اجتهاد. في النهاية الإنسان اللي بيقول بالقول ذاك ما بنقول له أنت جاهل ولا أنت ما بتفهم ولا كده، ما خلاص ده قول فقهي وعليه أدلة، لكن أنا بقول لك الراجح ده لأنه الأدلة بترجح هذا القول. دائما الأشياء يا إخوانا اللي فيها نوع اجتهاد بين فقهائنا وبين علمائنا، علماء الكبار يعني، وده أنت قالوا ده خلاف المجمع الفقهي بتاعنا ده ولا كده، ده العلماء الكبار الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل، العلماء الكبار. فالنزاع في المسائل الفقهية دي الإنسان يقول ما ترجح له من غير تعنيف على الآخر ولا إساءة له ولا كذا، بس يقول هذا الراجح، ولو في زول بيرى إنه غير كده هو الراجح ما خلاص أنا ما بقدر أملك عليه شيء غير إنه أقدم دليلي أنا. ما مذهب خامسي؟ ده مذهب من المذاهب الأربعة، ده من أقوال المذاهب الأربعة قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
ده من أقوال الحنابلة. نعم. طيب القول ده برضه موجود عند المالكية. قولي إنه ركعتين قبل صلاة المغرب غير جائزة، برضه ده من أقوال المالكية، وعندهم من باب سد الذرائع، سد الذريعة، لكي لا أظنهم عللوا بهذا التعليل والله أعلم، لكي لا يصلي الإنسان قبل المغرب، وعندهم الصلاة قبل المغرب إذا كان نافلة مطلقة قبل المغرب ما بتجوز طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعند الشروق وعند الزوال، يعني الشمس لما تكون في كبد السماء، وعند الغروب وعند الشروق، الأوقات الثلاثة ديل نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا الإنسان ما يتنفل فيه، لا عند الشروق لا عند الغروب لا عند الزوال، كويس؟ فهم بيقولوا سدا للذريعة حتى بعد الأذان، بعد ما أذن أذان المغرب يقول لك الإنسان ما يصلي، لكن الراجح يصلي. للحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في سنن أبي داود، قال صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، بعد قال لمن شاء، لو داير صلي، ما داير خلاص. نعم. طيب بالنسبة يا إخوانا لصلاة الجنازة، لو الشمس قربت تغرب أو عند الشروق أو عند الأوقات النهي الثلاثة المعروفة، كويس؟ لو في وقت من أوقات النهي هل يصليها؟ نصليها في وقت النهي ولا ما نصليها؟ ده خلاف بين العلماء. والراجح يا إخواننا إنه إحنا عندنا حديثين، حديث ينهى عن الصلاة في أوقات النهي، ده حديث عام، وعندنا حديث ثاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجلوا بالجنازة أو أسرعوا بالجنازة. الجنازة مفترض نسرع بها، يعني ما نتأخر، مثلا فاضل ثلث ساعة ونحن بس بدنا نصلي وندفن طوالي. لو بنقدر حاجة بسيطة بنقدر نتأخر نتأخر لو بسيط، لكن لو الزمن طويل مثلا بعد العصر وفي نهي عن الصلاة بعد العصر للمغرب، هل نأخر من بعد العصر ليه بعد المغرب عشان نصلي على الجنازة؟ المسألة دي الراجح فيها قول الشافعية رحمهم الله، قول الشافعية قالوا صلاة الجنازة صلاة سببية من ذوات الأسباب، دي تخرج عن النهي، يعني بتصليها في وقت النهي وفي وقت غير النهي، صليها طوالي زي تحية المسجد، متى ما دخلت المسجد لو دخلت في وقت نهي أو في وقت غير نهي تصلي تحية المسجد. قال لأنه دي صلاة ذات سبب خاص، عندها سبب خاص، كويس؟ بسموها الصلوات السببية، عشان كده صلاة الجنازة قالوا والاستخارة وتحية المسجد وهكذا، هذه الصلوات تصلى حتى في وقت النهي، وده الراجح. آخر سؤال يا أخوانا، نقول آخر سؤال ورا. كيف كيف يعني؟ التعصب لإمام معين من الأئمة الأربعة. يا إخواننا نحن عندنا الفقهاء الأربعة جميعهم قدوة وأئمة، الأربعة الفقهاء وغيرهم، هم ما أربعة فقط، في ناس بتخيلوا إنه المذاهب دي بس أربعة، هي المذاهب أربعة هذه المشهورة، واشتهرت لعظم تلاميذ هؤلاء الأئمة ونشرهم لعلمهم، ولكن المذاهب أكثر من أربعة. الطبري عنده مذهب، مذهب الطبري براو ابن جرير، مذهب أبي ثور، مذهب ابن حزم الظاهري، مذهب سفيان، مذهب الثوري سفيان ابن عيينة، مذاهب كثيرة، لكن المشهور منها شنو؟ الأربعة دي. فكل الفقهاء الأربعة بالنسبة لنا مراجع، الأربعة مع بعض، ونأخذ من أقوال الأئمة ما وافق الدليل، مع احترامنا للأئمة الأربعة، يعني نقول الراجح قول المالكية، الراجح هنا قول الشافعية، الراجح هنا قول الأحناف وهكذا. لكن ما يجوز
أتعصب لإمام معين لو قال الحق أو الباطل. الأئمة الأربعة نهوا عن الكلام ده، هم ذاتهم الأربعة نهوا عنه. الإمام أحمد قال لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثوري ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذ. أبو حنيفة قال لو رأيتم قولي مخالف لما رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الجدار. ده أبو حنيفة. الإمام الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، بس قال لك شوف الحديث الصحيح وين، لقيته عند أحمد ولا عند مالك ولا عند الثوري، بس جرى الحديث الصحيح وده مذهبي أنا ذاته. يا أخي ما دي الناس ناس سنة وعندهم أدب يا أخوانا واحترام للسنة. قال لك يا أخي أنا ما حطة بالسنة، السنة ده أنا بعرفها كلها. قال وما منا أحد إلا وتعزب عنه سنة، تعزب يعني تختفي عنه، ما بيعلم كل شيء. أنت عارف الإمام مالك قاعد في درسه في الدرس حقه، وده إمام الدنيا، أنت قالوا ذو الحين إمام الدنيا في الدرس. قام سأله طالب يا إمام، قال له ما تقول في تخليل الأصابع، يعني في الوضوء تخلي الأصابع كده في الوضوء، ما تقول في تخليل الأصابع؟ الإمام مالك قال له ليس من السنة، ما من السنة. قال له واحد من تلاميذه قاعد اسمه وهب، بعد ما انتهى المجلس احتراما لمقام الإمام انتهى المجلس، قال يا إمام عندنا فيه سنة، أنا عندي حديث. قال له هات الحديث. قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أو إذا توضأ يخلل بين أصابعه، أو أمر بتخليل أصابع الرجلين واليدين. الدرس الجاي الإمام مالك بيجي يفتي بالحديث الجابولة جديدة، تفوت عنهم السنة. عشان كده يا أخواننا ما يجوز الواحد يقول بس أنا مع مالك. شوفوا لي مالك قال شنو، بس شوفوا لي وين مالك ذاته رضي الله عنه لو سمع بكلامك ده ما برضى. قال لك ما تقلدني ولا تقلد فلان ولا تقلد، بس شوف الحديث وين. والمقولة دي الشيخ الألباني نقل عنهم الأربعة لعلهم أو عن الثلاثة، إذا صح الحديث فهو مذهبي. فيبقى إحنا في غيهنا بنشيله كيف، ولا بقول لك أنا مالكي ولا شافعي ولا حنبلي، ولا بقول لك أنا ضد مالك ولا ضد الشافعي ولا ضد أحمد، فوقها كلهم وعلم كلهم. لكن بعد ذاك شنو ترجح؟ حسب الأدلة. الدليل القوي عند مالكي يقول والله في المسألة دي القول قول مالك، في المسألة الفلانية القول قول الشافعي كده. الآن لو جبت لك في الصلاة دي، حتى في صلاتكم اللي بتصلوها كويس، حتلقى صلاتك دي ما بمذهب واحد. أصل الصلاة صليتوها دي ما بمذهب واحد، تلقى أحيانا في المسألة دي أنت شافعي، في المسألة دي قد تكون ما عارف ذاتك، أنت دي أنت فيها شافعي ودي فيها مالكي ودي فيها حنبلي ودي فيها كذا كويس. فلكن في النهاية أخوانا احترامنا لكل الأئمة، وأخذنا بقول هذا ونترك قول هذا، كما قال إمام مالك وما منا إلا راد ومردود عليه، يرد عليه وده يرد على هذا، ولكن كلهم أئمة وفقهاء ومحترمين مقدرين عند عموم المسلمين. أكتفي أخواننا بهذا القدر، صلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.